السلام عليكم، معكم السي عبد السلام الشهب، اليوم من مدينة الصويرة، أحد المتضررين، أحد الضحايا اللي تعرضوا للطرد التعسفي من قبل شركة، إحدى الشركات بمدينة الصويرة. اليوم غادي يهضر لكم على المعاناة ديالو. السي عبد السلام تفضل. مرحبا، السلام عليكم. عبد السلام الشهب، خدام الشركة مواد البناء ديال واحد المليار ديال الله يرحمه، بلا ما نذكر الاسم ديالو، خدام مع مدة 10 سنوات، حنا وجوج دراري، حنا ثلاث دراري. ونظر مع مدة 10 سنين، ودابا كيجي بينا واحد الشركة مسؤولة الاسم، وجماعة الشركات مسؤولة الاسم لقينا شنو معاها، وتنازلوا على الأقدمية ديالكم مع الشركة القديمة. هاد الشركة اللي سي عبد السلام، هاد الشركة اللي هي جات جديدة، وقتاش جات؟ الشركة جديدة أسبوع، هذا الأسبوع. أسبوع، مزيان. أنتم مع من كنتوا خدامين؟ بلا ما تذكر الاسم ديال الشركة، مع من كنتوا خدامين في الأصل في الأول؟ مع الشركة تبع المواد البناء. اللي تابعة المواد البناء، مزيان. شحال المدة وأنتم خدامين معاها؟ أنا خدام معاها 10 سنين. 10 ديال السنين، مزيان. واش دايره لكم هاد الشركه هادي؟ كانت دايره لكم الوراق ديالكم؟ عندنا البيلتان ديالنا لا سينيسيس. مزيان، اي كنتم مصرحين ضمن الضمان الاجتماعي. اييه، وتعطيكم لي بيلتان ديالكم. كل 6 شهور كتعطينا لي بيلتان. واش كانت هاد الشركه تطلب منكم انكم توقعوا على شي كونطرات اخرين؟ كاين كونطرات اخرين كنجيليزوهم مع البيلتان كل 6 شهور. كل 6 ديال الشهور. شحال تقريبا سينيتي من كونطرا؟ 10 الكونطرات مع نفس الشركة. مع نفس الشركة، اي ما تيتبدل فيها شي واحد بالنسبة للمسؤولين ديالها ولا الاسم ديالها ولا نفس المسؤولين؟ نفس الاسم، نفس هو. مزيان، واخا. ودابا حنا في 2018 في هذا الشهر 12، كيف ما قلتي جات واحد الشركة اخرى جديدة. حنا نورمالمون كتجينا حنا البيلتان في شهر 11 في 26، وحنا ديك الكونطرا حرقنا فيها واحد يومين، ما جات حتى لنهار 28 حتى نهار 29 في الشهر، عاد التوقيف ديالنا. دابا شكون اللي وقفكم بالضبط؟ الشركه اللي وقفاتنا، قال لك يسالي الكونطرا. جاو عندكم ناس مسؤولين ديال هاد الشركه الجديده؟ قالوا لك الشركه الجديده، قالوا لنا ودي بيتسنوا مع الشركه الجديده شنو معاها، ولكن تنازلوا على الاقدميه ديالكم. مزيان، شحال قالوا لكم غادي تسنيو في الكونطرا؟ شحال عطاوكم في هذيك الكونطرا؟ حنا الكونطرا ما قريناش، ما شفناش الكونطرا. مزيان، على اساس الا بغيت تكملوا الخدمه ديالكم خصكم ولا بد انكم تسينيو. خصكم تسينيو. المنتج الاقدميه ديالكم، المنتج جاتو فين وقعتوا في هذا المشكل؟ مشينا عندهم حنا، تواصلنا معهم، ما كاينش حتى شي واحد يدير معنا شي حل. حنا مفتش الشغل، اييه مفتش الشغل، قال لنا الشكايه، قال لي زين حتى هاد الاصدقاء ثلاثه دراري خدامين معايا في نفس الخدمه، قال لي زين وفاكسا لي من مراكش، ولكن حتى شي واحد ما جاوش هاد الناس بدون مجيب. مزيان، عطانا واحد المهله دابا مده 3 ايام، عطانا نعاود نرجعوا. واخا، انا بغيت نسولك السي عبد السلام، هاد المده اللي انت خدمتي فيها رفقه الزملاء ديالك اللي حتى هما تعرضوا للطرد التعسفي، ومنهم وقيله واحد السيده اللي هي تدير تقوم بالتنظيف، اي نتوما اربعه اللي طردتوا، ثم كاينه مجموعه ديال الاشخاص اللي هما خدامين في بلايص اخرين تابعين نيت للشركه في مدينه الصويره، اللي وقيله العدد ديالهم واش 10 ولا 13 ولا تقريبا 13 تقريبا 13. انتم هاد 13 واحد اللي خدامين في نفس هاد المهمه هذه ومع نفس الشركه، وما عمر ما كان عندكم انتخابات ديال المناديب ديال الشغل؟ لا مناديب لا. عمركم ما درتوا شي تمثيليه ديال النقابه؟ لا ما عندكم البطاقه ديالكم، البطاقه المهنيه كاجير، انت راه تابع لهاد الشركه هادي؟ لا ما عندناش بطاقه، عندنا الضمان الاجتماعي مع الشركه. الضمان الاجتماعي بوحدو؟ كنتو تستافدوا من الكونجيات ديالكم؟ كنستافدوا 9 ايام. 9 ايام فاش؟ في العام ولا في 6 شهور؟ في 6 ديال الشهور. ولكن كنخدموا احنا، كدوز لينا. كنخدموا حتى الاعياد الوطنيه، كنخدموا العيد. كنتو تخدموا الاعياد الوطنيه، شحال من ساعه تكونوا كنتو تخدموا في اليوم الواحد؟ 12 ساعه. في النهار ولا في الليل؟ كاين اللي كيخدم بالنهار 12 ساعة، بالليل 12 ساعة. 12 ساعة، وكنتو تتعوضوا على هذوك الساعات الإضافية؟ حنا كنخدموا كاع أكثر من 12 ساعة، يعني كندخلوا مع السبارة كنخرجوا من الدار من 5:30 الصباح، يعني كتركب ترانسبور باش توصل للخدمة ديالك. الطريقة ديال الأداء ديالكم كيفاش كنتو تتخلصوا؟ فين تيدوز لكم الصالير ديالكم؟ البنكة. لا بونك، بسميت من؟ بسميت الشركة. بسميت هذيك الشركة. هاد الشركة قبل لا تجي هاد الأخرى، هاد الجديدة هادي، ما عطاتكم شي إشعار؟ ما قالت لكم شنو دايرة غادي تجي واحد الشركة؟ لا ما عطانا حتى إشعار. حتى جا وقفوا عليكم. الكونترات جاونا الكونترات نهار، حنا كيف قلت لك نورمالمون كتجينا الكونترات نهار 9 فيه 26، جات نهار 28، يعني دخلنا حنا في الكونترات الأخرى. دخلتوا في الكونترات الأخرى. دخلنا في الكونترات. مزيان. جابوا لنا هما ديك الساعة الشركة الجديدة باش نوقعوا معاهم ونتنازلوا على الأقدمية ديالنا. ما بغاش يسني مع اللي يعاونو. انت اليوم السي عبد السلام واش باقي خدام او لا موقف على العمل بصفه؟ موقف عن العمل بصفه نهائيه. موقف على العمل. اللي غادي نقول لك شنو هو، شنو هي الرساله اللي غادي تبغي توجه الناس المسؤولين، الناس اللي مسؤولين على اللي مسؤولين على القطاع او لا الجهه المسؤوله ولا الوصيه على هذا المشكل هذا؟ الميساج اللي غادي نوصل، يعطونا حقنا من الشركه القديمه وديك الساعه نوقعوا مع الشركه الجديده.
إذن ماقدرتش أنا أتنازل على الأقدمية 10 سنوات مع الشركة القديمة ونص سنين مع الشركة الجديدة. يعني غادي نضرب كلشي في الزيرو. فعلا. وهاد الشركة الجديدة خدمت معاها 6 شهور وجرات عليك راه ماكاينش فين تحت لي دعيتها يقول لك أنت باقي مع 6 شهور ويدي الشركة القديمة راه داز 6 شهور على الأقدمية ديالنا. أنتم تتعرفوا السي عبد السلام بأن إلا كنتي خدام عند مشغل واحد ولا شركة وحدة فيها مسؤول تتعرفوا بانه ودي راه ما عندهمش الحق يعطيوكم اكثر من جوج ديال لي كونطرا اكثر من جوج لي كونطرا ما في الكونطرا قابليه تجديد مره واحده ولكن حنا جددنا 10 ديال الخطرات 10 ديال الخطرات بالنسبه لي انا كاين الدراري خدامين معايا كيجددوا 14 مره 18 مره وهاد لي كونطرا عندكم انتم عندكم بحال دابا انت عندك نموذج الفيلتا هادي نشوفوه يعني دابا هادي قال لي زان 10 ديال المرات 10 ديال المرات 10 ديال المرات اذا هادي لاكاليزاسيون ديالك انت نيت اللي مسينيها مزيان وبالنسبه للسينيسيس واش كانت تقطع لاسينيسيس ديالكم اي صندوق الضمان الاجتماعي واش كانت تقطع لاسينيسيس كاد زياده انت ورقه ديالنا تمشينا نشوفوه الضمان الاجتماعي جبنا داك الدور في هي من خدام من 2009 حتى 2018 اي كيف ما تتبان كيف ما تتبان من 2009 ل 2018 اي ما عمرها ما حبسات عمرها ما حبسات اذا انت يا خدام اجير بصفه مستمره مستمره ولكن هذيك المساله ديال كانوا تعطيوكم هاد لي كونطرا هي تتبقى غير تحايل تحايل على القانون فعلا فعلا هي رسالة واضحة من الأخ الشاب عبد السلام الشهب من مدينة الصويرة اللي هو أحد الضحايا ديال الطرد تاع السوفي السيد الإيتي دابا لحد الآن تيفقد الشغل ديالو اللي كان خدام فيه لمدة ديال 10 ديال السنوات رسالة واضحة قالها السي عبد السلام هو أنه تيطالب بالحقوق ديالو اللي هي مع الشركة اللبنانية وهاد الشركة هادي اللي جات جديدة بتستبدل هاد الناس ولا بتحتم عليهم انهم يوقعوا واحد الكونترا باش يضيع الحق ديالهم ديال 10 سنين تنشوفوا بان هادي مسألة غير قانونية لهذا يستوجب على جميع المسؤولين على الهرم المسؤول بما فيهم السيد العامل بما فيهم مفتش ديال الشغل المندوب ديال الشغل بما فيهم النقابات بما فيهم المناديب التمثيليات خاص كلهم يتوحدوا لان راه حنا اليوم امام واحد الوضعيه اللي وضعيه خطيره ناس اربعه ديال الاشخاص تيفقدوا العمل ديالهم بدون مبرر وظلما هاد الناس راه عندهم ابناء ديالهم هاد الناس عندهم تكفل عائلي لهذا تلتمسوا من الجهات المختصه المعنيه المسؤوله التدخل العاجل وشكرا السلام عليكم سيدي محمد الدرقاوي مرحبا بك اليوم حنا تنستضفوك باش اننا نسولوك على واحد المشكله اللي هي وقعت انطلقت من بعض ديال مواقع التواصل الاجتماعي المفاد ديالها ان كاينين اجراء بمدينه الصويره اللي تنتمي لواحد الشركه اللي انت غادي تهضر لنا عليها مزيان وتفهمنا المساله اش فيها طردوا هاد الناس ربعه بدون سبب بغيناك تحطنا في الصوره سي محمد تفضل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته محمد الدرقاوي موارد مدينه الصويره اش غادي نقول لك يا اخي بعض المرات كتحس بالناس ناس كيحسوك بانك ماشي بنادم انك بشر خدمتي ضربتي تماره انك ما كاينش معاهم حنا خدامين انا خدام مده 13 عام 13 عام من 2007 حتى 2018 13 سنه 13 عام خدمنا ليلها بنهارها بسمرها بشتاها بصيفها ولله الحمد حنا الله وشكرنا اللي كيحس في قلبنا هو كيجيك واحد النهار كيقول لك السلام عليكم وعليكم السلام اسيدي انت غادي تمشي تخدم مع واحد الشركه اخرى جديده كيفاش فهمونا شرحونا شرحوا لينا قال لك اسيدي حنا الشركه غادي نعطوكم ناس اخرين اي اسيدي ما كاين مشكل الصالير ديالنا ها هو واش كاين عندهم شي ديكلاراسيون قالوا كاينه حنا ما شناش ما نكذبوش عليكم اللي كنسولوا الناس الاخرين كيقول لك اودي خصك تقدم استقاله ديالك هو الاول عاد تكيليزي مع هاد الناس هادو منين تقدم الاستقاله؟ من الشركه اللي خدام معاها الاولانيه مع الشركه اللي تلي معروفه تابعه لواحد السيد الله يرحمه الله يرحمه ونعاودوها مع ملياردير معروف تبارك الله في مدينه الصويره والمشاريع ديالو تبارك الله معروفه وسولنا هاد الناس قلنا لهم احنا خدام معكم انا خدام معكم 13 عام مش ما كاين شي تعويض ما كاين شي حاجه قال لك بيدي تسني هو هذاك ما بغيتيش تسني الله يعاوننا يعاون انت سي محمد خدمتي معهم كحارس حارس الامن الخاص سيكيوريتي مزيان المده ديال 13 سنه هاي ما عمرها ما تغيرات لك المهام ديالك ولا مع وتقول خدمت بوستات جميع لي بوستات درتهم خدمت في لي جازون كوميرسيو خدمنا في رياض موغادور واحد العام ونص طلعونا خدمنا خدمت انا طلعت خدمت في طنجه
خدمت في رياض موكادور طونجي. مزيان. الناس هادو ما كيحسسوكش بالقيمه ديالك ملي كيجي كيقول لك عندك الله يعاوني يعاونك سير هاد الكونترا ديالك. لا ضربنا معكم تماره ما خلينا ما درنا خدمنا في عراسات عراساتكم خدمنا فيهم عراسات الناس الكبار خدمنا فيهم ولا يلا يلا. اذا اليوم السي محمد واش ما تتشوفوش بانه واش يقدر يكون شي حل مع هاد الشركه الجديده تقدر تنازل على هاد المساله ديال انكم نتوما تضيعوا في الحق ديالكم ديال 13 عام ديال 10 سنين ديال 9 سنين؟ اش غادي نقول لك؟ الله اعلم. حنا الاجراءات القانونيه ديالنا تابعنا لان حبسناكم حبسنانا مشينا عند السيد من دوب الشغل كتبنا ليه الشكايه ديالنا عطيناها ليه هو راه كيقوم باللازم ديالو نشكرو حتى هو وحنا كنتمنوا الافضل. انا ما كنتمنوش نفقدوا خدمتنا كنتمنوا نكملوا خدمتنا ولكن نكملوها مع هاد الناس اللي خدامين معاهم. اما باش تجي تقول لي اجي قدم استقاله ديالك وسير خدم مع هاد الناس هادو راه ضيعتيني في 13 عام ديال الخدمه. فعلا بالنسبه للتحمل العائلي اللي عندك السيدي محمد انا لحد الان انا والوالدين والخوت ولله الحمد الحمد لله. واخا سيدي محمد شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم سي ميلود الحلفي، انت من ابناء مدينه الصويره، خدمتي باحدى الشركات اللي هي معروفه ديال واحد الملياردير كبير الله يرحمه هنا بالصويره. وقع لكم واحد المشكل هذا الاسبوع هو ان الشركه تبدلات، جات شي شركه اخرى جديده طلبت منكم شي انكم تسينيو بعض ديال لي كونطرا. احنا بغينا نفهموا بزاف منك السي ميلود اش اللي وقع بالضبط. تفضل. السلام عليكم. معكم ميلود الحلفي من جامعة تسعيد اقليم صويرة. احنا خدامين في هذه الشركة هذه تقريبا مدة 13 سنة خدام فيها انا تقريبا. دابا هاد الايام كيجيبو لنا شركة اخرى اللي هي تعاقدوا معها وقال لنا باللي تسنوا ديروا تنازل مع استقالة مع الشركة اللي انتم تابعين ليها وتسنوا مع كونترا مع الشركة اللي هي جديدة. وانا 13 سنه وانا كنسني كونترا مع هذه الشركه مده 6 شهور اللي هي قابله تجي مره واحده وانا 13 سنه وانا كنسني هذه الكونترا هذه 13 المره وانت تتسيني هذه الكونترا في هذه المده ديال 13 سنه 13 سنه وانا كنسني هذه الكونترا هذه. دابا حنا الطلب ديالنا الوحيد اللي كنطلبوا هاد الناس هادو هما يعطونا حسابنا يديروا معنا يتفاهموا معنا يعطونا هذيك 13 سنه كنسالهم ديالنا وديك الساعة إلا بغينا نتعاقدوا مع شي نسلموا مع شركة أخرى ماشي مشكل. المهمة ديالك السي ميلود أش كان في هاد الشركة هادي؟ المهمة كندير أجون سيكيورتي. أجون سيكيورتي هنا نيت في الصويرة. هنا نيت في الصويرة كنت كنخدم في الغزوة الصويرة الجديدة في الصويرة وفي الصويرة هنا بالضبط الأجون. مزيان. كانت عندكم شي بطاقة مهنية دايرين لكم هاد الشركة؟ لا عندنا حتى شي حاجة ما دايرين حتى شي بطاقة مهنية ما دايرين حتى شي حاجة. ما كانش عندكم مندوب ديال الأجارة؟ لا ما عندنا حتى شي حاجة. عمر شي تفتيشية جات لعندكم مثلا ولا مسؤولين جاو عندكم لهاد الشركة فين كنتو نتوما خدامين سولتكم على البطاقة سولتكم على سينيسيس؟ ما عمر سولت حتى شي حاجة. سولوكم على 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 على, على الطريقة باش خدامين مع هاد الناس هاد لي كونترا؟ في هاد المدة ديال 13 سنة 13 سنة عمر شي واحد ما جا عندكم؟ ما عمر حتى شي واحد جا معنا ولا تحور معنا ولا كاين شي حاجة. اللي بغيت نسولك سي ميلود دابا انتوما فاقدين العمل ديالكم. فاقدين العمل ديالكم حاليا. اي طردتوا وهاد الشركه تتقول لكم اودي راه ما غاديش تخدموا معنا الا ما انتوما تنازلتوا على هاد 13 سنه وبغيت تعطيكم واحد الكونترا اللي هي محدده فيها 6 ديال الشهور. 6 ديال الشهور مع شركه اخرى. ومع شركه اخرى. مع شركه اخرى ماشي الشركه اللي دابا المعاناه انتوما مناش تتصرفوا من وحنا معاناه. بالنسبه لي انا راه عندي 3 ديال الوليدات وكنسكن في العربيه يعني 50 كيلومتر ديال هذا وكان يعني راه ترونسبور يوميا سيروجي يعني مشكل. اشنو اللي تطلب السي ميلود؟ الطلب ديالنا هو يتفاهموا هاد الناس يعطونا حسابنا ديال 13 سنه ويكسالوا بين ندخلوا نسلموا مع شركه جديده ماشي مشكل من غدا نسلموا معها. المهم 13 سنه ديالنا ما تضيعش على الاقدميه ديالنا حنا مستعدين نخدموا مع شركه اخرى. رساله اللي تقدر تبغي توجهها لاي مسؤول بمدينه الصويره باش انه يتضامن معكم في هذه المساله. اي مسؤول كنوجه ليه هذه الرساله هذه يتضامن معنا مع هاد الناس هادو يديروا معنا حل يعطونا يعني 13 سنه ديالنا ديال الاقليم ما تضيعش لينا يديروا معنا حل تحاوروا معنا يريحوا معنا جلسوا معنا تحاوروا معنا يديروا معنا شي حل وديك الساعه الا بغينا نخدموا مع شركه اخرى مرحبا ماشي مشكل. اذا هي كيف ما سبقات رساله واضحه بالنسبه للسي ميلود كيف ما سبق للزملاء ديالو تنتمنوا مره اخرى من جميع المسؤولين من جميع المتدخلين انهم يشوفوا حل لهاد الناس هادو وشكرا.